شكرا جزيلا دولة الرئيس، ولم بشكر معاليك جدا على هذا اللقاء. وطبعا يعني كلما فتحنا حوارات في المجتمع بجانب الحوار الوطني، وخاصة لما يكون الحوار مع مسؤول كبير في الدولة، مسؤول اللي بيدير السلطة التنفيذية، هيبقى بالتأكيد يعني له ثمار كبيرة جدا تتصل بما سأقوله عن المجتمع المصري. وأنا بدعو من بداية الكلام بتاعي إلى أن هذه الحوارات تمتد وتنتشر، ويقوم بها المحافظون ورؤساء مجالس المدن، ويعني تبقى موجودة في كل التعرف على مشاكل المجتمع وحاجات المجتمع. لأنه أنا لست قلقا على السياسة الخارجية، السياسة الخارجية إحنا عندنا مدرسة في السياسة الخارجية عريقة، وعندنا فخامة الرئيس بيقوم بدور كبير جدا في رسم سياسات لمصر بتقوم على الاستقرار وتقوم على ما أشرت إليه دولتكم في أن مصر ليست طموحة في توسيع حدودها، وإنما هي بتحافظ دائما على الاستقرار في الداخل وفي الإقليم. وإنه لو كان لمصر دور خارجي فمهم جدا الثقافة، لأنه لو تأملنا تاريخ مصر الحديث هنجد أن الإسهام الكبير الذي قدمته مصر للوطن العربي وللإقليم كان إسهاما ثقافيا، وكان إسهاما علميا، وكان إسهاما قانونيا. معظم الدساتير اللي اتعملت في الإقليم اتعملها مصريين، والجامعات عملها مصريين، والثقافة الفن وكل الفنون اللي انتقلت إلى كثير من الدول العربية اللي قام بها مصريين. ولذلك إحنا الثروة الحقيقية بتاعتنا، طبعا إحنا لأن السكان كبير فالثروة الاقتصادية كافية وكل حاجة، بس إحنا عندنا اللي بنصدره دائما الثروة الثقافية والثروة العلمية. ولذلك يعني إذا كان في أمر يتصل بالخارج فإحنا محتاجين إن إحنا نقوي الثقافة في الداخل ونقوي الثقافة في الخارج، بحيث يبقى في مصر تعيد ترجع مصر تاني، وهي ما تزال بتلعب الدور ده بس هو بيتراجع شوية، فإحنا محتاجين إلى إنه نقويه. أنا القلق بتاعي وأنا متخصص في علم الاجتماع هو على المجتمع في الداخل، لأنه وده برضه متصل بدور الدولة، لأنه إحنا لما بنتكلم على دور الدولة فدورها لا يتمثل في تحقيق الوظائف الخارجية فقط، وإنما أيضا بيتصل بتحقيق الوظائف الداخلية على رأسها احتواء المجتمع. اللي حصل في المجتمع المصري خلال فترة طويلة من الزمن، يعني الحاجات اللي أنا هتكلم عليها ما هياش متصلة بالفترة اللي إحنا بنعيشها، ده هي تكونت في من بعد سقوط النظام اللي ظهر في ثورة 52. ويعني المجتمع المصري مر بتغيرات كثيرة جدا خلقت أشكال من نمرة واحد التباعد أو عدم الثقة شوية والشك، ويعني في العلاقة بين المجتمع وبالدولة ليست على هذه الدرجة من الاستقامة. ونمرة اثنين العلاقة بين الناس نفسهم بين مكونات المجتمع ليست على هذه الدرجة من الاستقامة. ففي مشكلات في الحياة الاجتماعية. لو احنا خدنا تصورنا كده ان المجتمع مقسم لثلاث كتل كده، كتلة السكان، وهنجد ان فيها مشكلات. لما العلاقات الاجتماعية هنجد فيها الاستقطاب والتباعد بين صور الاستهلاك وبين الطبقات وبين فيها اشكال من التي تقلق. يعني لو خدنا الفكر والثقافة الخاصة بالناس هنجد برضو فيها أشياء تقلق، زي القيم اللي بتنحدر، القيم الأخلاقية وعدم الوعي والتدين الشكلي اللي بعيد خالص عن أصول الدين. هنجد فيه أيضا الخرافة بتنتشر بشكل كبير جدا بين قطاعات عريضة من الناس بما فيهم المتعلمين. فكما لو كان المجتمع بيتشظى، يعني كما لو كان المجتمع بيتفكك. وانا يعني ارى انه احنا محتاجين سياسات احتوائيه للمجتمع، يعني سواء سياسات يبقى هدفها الاساسي ان احنا نحتوي البشر وان احنا ناخدهم، لانه هو ده اللي بيخلي الناس. مثلا انا لما بنعمل لقاءات او نعمل دراسات ميدانيه بنجد ان معدلات الثقه منخفضه جدا، وبنجد كمان انه عند الناس قناعات كبيره جدا بانه القانون ده ملوش يعني 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 ممكن الواحد يكسر القانون، وبرضه قناعات عند الناس بانه مفيش حد بيحقق هدفه او يجيب ياخد حقه الا لو معاه حد او معاه واسطه. كل ده كلام مش صحيح بالضروره، بس هو موجود في اذهان الناس وهو اللي بيصيغ سلوكهم
وهو اللي بيصيغ، مش بالضرورة يكون موجود في الواقع، إنما هو اللي بيصيغ السلوك بتاعهم. ولذلك إحنا محتاجين إن إحنا، وده يسمع في الكلام اللي كان بيقوله الدكتور محمد عن الطبقة الوسطى، يمكن جزء أساسي من هذا التفكك حدث داخل الطبقة الوسطى. وإحنا بنشوف داخل الطبقة الوسطى ناس مختلفين في مشاربهم وفي أهدافهم وفي ثقافاتهم وفي أساليبهم الاستهلاكية وفي تعليمهم، حتى في نظم التعليم اللي هم بيلتحقوا بيهم. فإحنا محتاجين كما لو كان المجتمع كده، إحنا نلمه تاني، نخليه يبقى فيه سيمترية أكتر، وتبقى فيه قيم عمومية أكتر، وتبقى الناس متشابهة أكتر. وده محتاج جهد كبير على فكرة. هو ليس يعني ليس من نتائج السياسات الحالية خالص إطلاقا، بالعكس، ده السياسات الحالية لما بتعمل نظام للشبكة، الشبكات الاجتماعية وشبكات حماية بتحاول إن هي تعالج، لما بتعمل سكن للناس وتعمل وتحسن وتعمل صحة للناس بشكل جيد بتحاول إنها تعالج. إنما إحنا محتاجين مزيد من السياسات اللي يبقى هدفها الأساسي هو هذا الاحتواء اللي أنا بتكلم عنه. وأنا هطرح شوية أفكار سريعة جدا. إحنا محتاجين طبعا، اللي بيحصل ده إن أنا لاحظت في الوزارة الجديدة إن في التحام أكتر بين الناس وبين الدولة وبين الشعب، يعني بين المسؤولين وبين الشعب. نعرف محافظين ما كانوش بينزلوا أبدا خالص المناطق بتاعتهم، بدأوا ينزلوا وبيشتغلوا. فإحنا محتاجين نعمق ده، ومحتاجين إن إحنا نجد آلية إنه تبقى المسؤولين في الدولة عندهم يعني إحساس يومي بالحاجات بتاعت الناس، وتفاعل يومي أيضا بالحاجات بتاعت الناس. لا بأس لو إن المحافظ يبقى عنده أجندة كده كل يوم، إن هو عارف إنه عنده مشكلة سين وصاد وعين في المكان، إن هو كل يوم يتابعهم. ولا بأس برضو لو دولتكم يعني ناخد من الوقت شوية كمان نتابع المحافظين في هذه يعني عملت إيه في الموضوع ده، عملت إيه في الموضوع ده كده بشكل يومي. الرئيس بيعمل بشكل يومي، وحضرتك بتبذل جهد كبير جدا، والوزراء بيبذلوا جهد كبير جدا، وأنا لما بطرح بألقي مزيد من المشقة يعني. وإحنا يعني عارفين إن الناس المسؤولة في الدولة عندها الاستعداد إن هي بتبذل مزيد من فإحنا محتاجين ربما إلى إن إحنا نعمق العلاقة بالناس بشكل أقوى، ونتعرف على حاجاتهم بشكل أقوى. لأنه كتير جدا من الناس اللي إحنا بنقابلهم لما بنعمل الدراسات الميدانية إنه يقول لي أنا عندي عريضة هي فيها مطالب ومن كذا سنة لم تتحقق وكده، فلا بأس حتى لو لم تتحقق، أو خد هو وعد بتحقيقها، أو هيبقى في دينامية في المجتمع، ويبقى الدولة هنا بتقوم بوظيفة حقيقية في مد إيدها إلى الشعب والتعرف على حاجاته. نمرة اتنين، الانتخابات المحلية. إحنا لو عندنا مجالس محلية أنا أعتقد إنه ممكن تساعد كبير جدا. إحنا عندنا دلوقتي التحالف من أجل التنمية اللي هو بتدخل فيه جمعيات أهلية كبيرة، المجتمع المدني شغله ممكن يبقى ممتاز في هذا الصدد. بس أيضا المجالس المحلية لو تكونت هتعمل طفرة كبيرة جدا في خلق هذه العلاقة. بنخلق، لأنه اللي بيخلي المجتمع يعيد تجانسه إن إحنا نخلق كيانات وسطى بين الدولة وبين المجتمع. أحد الكيانات الوسطى دي هي التحالفات اللي بتاعت المجتمع المدني، وأحد الكيانات الوسطى أيضا المجالس المحلية اللي هي ممكن تبقى يعني موجودة بشكل أو بآخر. ونمرة ثلاثة، إن يبقى عندنا برضو تشدد شوية في تطبيق القانون، يعني لأنه وخاصة فيما يتصل بالبيئة. البيئة في مصر بتتدهور بشكل كبير جدا، الناس علاقتها بالشارع علاقة ضعيفة جدا، علاقتها بالمياه علاقة ضعيفة جدا. كانوا زمان في الفراعنة بيعاقبوا الناس بيقول لك أنا لم ألوث النهر، دلوقتي في جرأة على تلويث النهر بشكل واضح جدا، وتلويث القنوات المائية في مصر، وفيش قناة مائية الواحد يقدر يقف قدامها زي ما كنا بنقف قدامها في الستينات كده وتبقى جميلة وحلوة. بتبقى دلوقتي مليئة، حتى لو كانت كبيرة ما بتبقى مليئة وده موجود في الصعيد أكتر من وجه بحر، يعني موجود في مجتمعات في المجتمع الصعيدي أكتر مما هو موجود فيه. إحنا أيضا لو رحنا للإعلام، إحنا محتاجين في الإعلام يعني بيقوم بدور كبير جدا، بس اللي يقعد يشاهد الإعلام المصري يجد إن هو زي ما يكون جاي من أعلى. طب ما نخليه يطلع من أسفل شوية، يعني نخليه يروح يقابل الناس البسطاء
المكافحين اللي هم حققوا إنجاز ويقدمهم للناس. في ناس في المجتمع المصري على فكرة عاديين جدا جدا وتخرجوا من مدارس عادية جدا جدا أو حتى أميين عاملين إنجازات ضخمة جدا ضخمة جدا في الحياة، وربما تفوق إنجازات ناس كبار جدا متعلمين من اللي هم موجودين في فإحنا محتاجين إن إحنا الإعلام بتاعنا يقدم المجتمع للشعب، لأنه كتير جدا من الناس مش عارفين المجتمع، مش عارفين إيه اللي بيحصل فيه تحت. كتير جدا من الحاجات الإنتاجية حتى الناس بيعملوا مشروعات كبيرة جدا لدولة الرئيس وبيعملوا يعني إنجازات يومية في المجتمعات بتاعتهم، محتاجة إن هي تشاف، محتاجة. وهو لما أنا أطلع 5 6 كل يوم في التلفزيون من المجتمع 20 30 40 ألف واحد من أقربائهم بيبقوا ملتحمين بيهم، فكل ما بشد واحد بيجيب معاه ناس، كل ما ببعد واحد بيروح معاه آلاف الناس. وهي دي الفكرة، الفكرة اللي بيقوم عليها الكلام اللي أنا بقوله، إنه يعني وده كمان مرتبط بالتعيينات في الوظائف العليا. لما يبقى في واحد من الناس العاديين بس تفوق وكده وتعين في وظيفة، واحنا بنلاحظ ان في تحسن كبير جدا في هذا الموضوع. يعني في تحسن كبير جدا، مش عايز ادي امثله، في تحسن كبير بس احنا عايزين مزيد من التحسن، لان لما بجيب واحد برضه بيجي معاه الاف، لما ببعد واحد بيبعد معاه الاف. فهي دي الفكره اللي يعني انا عايز انهي كلامي. طبعا انا اشرت الى الدور الثقافي وكلمت عن الاعلام، بس انا عايز انهي كلامي بامل عندي كده، حبيت اقوله لدولتكم كده، ان انا نفسي خلال ال5 سنين اللي جايين مصر لا تستورد قمح، لا تستورد القمح، يعني قمح. نزرع القمح وننتج الغذاء بتاعنا، ما يبقاش في اي حاجه من بره مستورده في الغذاء وفي الحبوب، لانه هو ده التحدي. احنا بنقول الميه تحدي بس الغذاء تحدي، وتحدي كبير جدا جدا. فلازم يبقى عند مصر خطه لان احنا نبطل استيراد قمح ونزرع قمح. وانا اعتقد انه لو طلبنا من الفلاحين ان هم يزرعوا هيزرعوا، كلمه واحده يعني ممكن تخليهم يعني، لانه الشعب المصري هو في علاقته دائما براس الدوله وبالناس المسؤولين الكبار يعني ما هيش هي فيها قد يكون فيها شك وعدم ثقه شويه وكده في بعض الاحيان، انما في احيان لما تبقى المساله متصله بالوطن بيبقى فيها يعني احساس كبير جدا بال شكرا. والغذاء ان احنا يعني لانه الازمه الاوكرانيه ادتنا درس مهم جدا، ان احنا في المستقبل لازم نعتمد على نفسنا. ومصر كان دايما الحاجتين اللي بتعملهم في الحياه انها بتصدر الثقافه والعلم والحضاره وبتصدر الغذاء ايضا. طيب تاريخيا هي كده، واحنا بنعرف في الزراعه اكتر. هذا لا يعني ان احنا نهمل الصناعه، الصناعه بتجيب ثروه كبيره جدا للدوله، بس برضو ان احنا نضع خطه ونضع خطه اخرى لاعاده تاهيل المدارس والصحه والمستشفيات. يعني ده برضو مهم جدا. هيبقى احنا كده بنحاول، انا حاولت ان انا اطرح بعض الافكار اللي ممكن يعني ربما تكون مفيده. اخر متحدث. شكرا يا دكتور.